قالت القوى المتبقية ضمن الاتفاق النووي الدولي أنها وافقت على مواصلة العمل على خلق آلية خاصة للحفاظ على التجارة مع إيران بما في ذلك مجال النفط. وقالت فيدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع مسؤولي دول الاتفاق النووي المتبقية إن المشاركين رحبوا بالمقترحات العملية للحفاظ على قنوات الدفع وتطويرها، ولا سيما المبادرة لتدشين آلية خاصة لتسهيل الدفع فيما يتعلق بصادرات إيران بما في ذلك النفط. وأعلنت موغريني في نيويورك أن الاتحاد الأوروبي سينشئ كيانا قانونيا بهدف مواصلة التجارة مع طهران ولا سيما شراء النفط الإيراني.